السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أخواني وأخواتي، هذا نداء استغاثة. إخوانكم المسلمين تجتاحهم موجة برد قارص هذه الأيام، من أمس وتستمر 3 أيام. مخيماتهم وخيامهم أصبحت لا يطيقها أحد من البرد والثلوج. أطفال رضع ورجال ونساء ثكالى كبار السن، لا مأوى ولا ملجأ ولا نداء ولا إغاثة لهم. مدوا يد العون لإخوانكم الذين يقيمون في هذه المخيمات في سوريا، في لبنان، في تركيا، في العراق. أغيثوهم بارك الله فيكم. وسائل التواصل إن لم نستفد منها في هذه المواقف ولم نستخدمها لتوصيل حالاتهم ومعاناتهم فلا بارك الله لا فيها ولا فينا. تويتر والفيسبوك والإنستغرام وسناب شات وحتى يوتيوب، هذا الفيديو أريد منكم أن توصلوها إلى أكبر عدد ممكن، وذلك بمشاركتها حتى تصل وتكتب لكم الأجر. إخواني في الله، أول خطوة نرفع يدنا إلى السماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرد عليهم دفءا وسلاما، كما جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. الخطوة الثانية مد يد العون والمساعدة، سواء بدولار، بريال، بأي مبلغ، بليرة، عملة البلد. اتصلوا بالجمعيات اللي تثقون بهم، جمعيات الخيرية، إغاثية، منظمات، أي شيء من خلالنا، من خلال غيرنا. مهم أنك يكون لك يد وبصمة في هذا الموقف، لا ينسى لك أبدا. الموقف خطير يا إخواني وأخواتي، أطفال يموتون من البرد. تخيل طفل ينام في الليل ويصحى ميت ومتجمد من البرد، ما تتخيلون. الآن أضع لكم بعض الصور وبعض المقاطع. تخيل أنت الآن جالس في بيتك دفء وراحة، تأكل وتشرب. يا إخوان والله نوم ما يستطيع أن ينامه، ينام ساعة ويصحى، ينام هو جالس، ينام هو يرجف من البرد القارص. برد ما الله به عليم، برد غير طبيعي، عاصفة برد غير طبيعية في كلس اللي هو في حدود تركيا مع سوريا، في إرسال اللي في لبنان، في مخيمات العراق. إخواني في الله، لا تبخلوا، إما بدعاء وإما بمد يد العون ماديا، وإما بأن تنشروا هذا المقطع، وكل مقطع يتحدث عن مأساة السوريين في هذه الأيام. لكم الأجر، أعيد وأكرر. وسائل التواصل ننشر فيها يومياتنا، نأكل ونشرب ونحن مرتاحين، مبسوطين، مستأنسين. ثم كان ماذا؟ ولا تسألن يومئذ عن النعيم، نحاسب عليه إن لم نفعل شيئا. حتى دعاء نؤجر عليه، ما تستطيع هذا افعل هذا، ما تستطيع هذا انشر المقطع واعمل مشاركة للمقطع واعمل مشاركة لأي صورة أو مقطع يتحدث عن معاناتهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وننتظر منكم المشاركة والتفاعل.